الاتصال النتيجة 2 نيوكاسل 1 مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. وهذا بيرزلي، بيتر بيرزلي، بيتر بيرزلي يلعبها عرضية، أوه جلسبي أخيرا، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة عند جلسبي بعد ما ضاع فرصتين، ها هو يحرز الثالثة. شوف المجهود الرائع من بيرزلي، وشوف دائما هالتباطؤ الدفاعي من مانشستر سيتي. خط الدفاع من مانشستر سيتي أو في مانشستر سيتي ضعيف جدا. شوف نيوكاسل الآن يتقدم بفارق هدفين على مانشستر سيتي.